السلام عليكم الدراري، كيف هما؟ مزيانين بخير. اليوم جيت نهضر معاكم على واحد الموضوع حتى ان شاء الله وقع لي اليوم. لا حسب الدولة الانستغرام ديالي الدراري، ما عرفتش يعني شنو السبب هذا الشيء هذا باش الدولة الانستغرام ديالي بيراطاوه. ما عرفتش يعني شنو الربح هذا الناس هادو، والله ما نعرف، ما بغاش يتفهم لي هذا الشيء هذا. عييت ما نحاول معاه حتى فيسبوك الدولي، حيت كانوا عندي مربوطين معاه فيسبوك وانستغرام يعني الدولي كل شيء، وعادك عملت يعني انستغرام ديالي جديد. ما عرفتش يعني شنو مفيد هذا الشيء هذا اللي بغاو الدولي. الدولي وسبق لهم الدولي في فيسبوك شحال هادي، وعدد فيسبوك دابا الدولي يعني بجوج بيهم. ما عرفتش شنو هذا الشيء هذا. المهم انا عملت انستغرام جديد، انا خلي لكم انستغرام ديالو، ها الاسم ديالو جديد، ما خلي لكم ليان ديالو. وحاول يعني الدراري تفاعلوا معايا بزاف، تفاعلوا معايا الدراري، ونحاول نوصل لهذاك العدد اللي كان عندنا وكثر. يعني فهاد الشيء فضل ديالكم، يعني نقدر تزيدوا شي حاجه اكثر من هذا الشيء هذا. وشكرا الدراري بزاف يعني اللي كتعاونني بزاف، شكرا على هذا الشيء هذا. وما عرفتش يعني شنو كنعمل هاد الناس هادو باش كيديو لي هذا الشيء هذا، ما عرفتش علاش. وقدر غدا وعدو تمشي لي تاع لاشين، ما يعني تقدر تصور اي حاجه يعني من هنا لقدام، يعني تقدر اي حاجه تمشي تاع لاشين تقدر تمشي. ما عرفتش، وباقي حد الان حيران. ان شاء الله دابا باقي ان شاء الله مشالي، وانا كنهضر معاكم ان شاء الله مشالي دابا، ما عرفتش شنو نقدر نعمل. المهم الدراري راه انستغرام عدت واحد جديد تفوتوس، يعني فحات بيراطه مره، مشى كامل لا تصور لا فيديوز، يعني دخلوا يعني لا من فيسبوك يعني جيمس بادرو او انستغرام صالون بادرو، يعني ما تجبروا حتى شي حاجه. التصويره ما بقاتش، يعني كل شيء مشالي. ما عرفتش شنو هذا الشيء هذا، وعييت ما نحاول معاه، وجاو الدراري صحابي يعني عاونوني كيف يفهموا في هذا الشيء هذا، ومشى هذا الشيء هذا. ما عينا ما نحاولوا معاهم، كيقولوا لي يعني مشى لك فيسبوك، عندي بالنمره وجيمايل وكل شيء، يعني جميع الحلول اللي جربتهم، وما عرفتش شنو نقدر نعمل. المهم عدت يعني انستغرام جديد، وفيسبوك ما نعدلوش، يعني عدل لي انستغرام. ها انستغرام حاولوا الدراري تفاعلوا معايا، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم. مور هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي يعني نهار الاحد او الجمعه ننزل فيديو جديد وشي حاجه مزيونه ان شاء الله يا ربي، ونتمنى الاعجاب ديالكم. سمحوا لنا بزاف على هذا الشيء هذا، وهذه هي الدنيا ما عندنا ما نعمل، يعني الحرف ديالنا ما عندكم ما تعملوا معاه، يعني عينا ما نحاولوا معاه. انستا والله العظيم انا تغيرت، يعني ماشي شي يعني شي الناس عندي بزاف، يعني عندي 2800 او 2900 لي زابوني اللي عندي في انستغرام، وهذاك بقات فيا، يعني ما عنديش شي عدد كبير كي بقات فيا. ما عرفتش شنو نعمل، ولكن دابا عدت فيسبوك جديد، انستغرام جديد. المهم حاولوا تتفاعلوا معنا الدراري، وشكرا بزاف.